اليوم المنتخب التونسي يتقابل في مدينة كوبي أمام منتخب تشيلي الذي أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، ومدربه الجديد الأرجنتيني إدواردو بيريتزو قائد المنتخب الوطني التونسي الفرجاني ساسي، بنجامان بروبغوتون، باولو دياز، روني فرنانديز. العابدي بدا ياخذ في نسق المباريات مع الفريق الى جانب الطالبي وطبعا الغندري في قلب الدفاع. الثلاثي وسط الميدان كما قلت عبد الرحمن العيدوني ساسي وبرمضان معوض الاكوادور، باعتبار ان منتخب كولومبيا هو في المركز السادس والتشيلي المركز السابع، ما نجمش معناه يكون بينيفيسير من هذه القضيه. نعيم السليتي الكره في مناطق منتخب الشيلي، سيف الدين الجزيري، فرجيني ساسي، ثم نعيم السليتي قوته في المساحات الضيقه على مستوى معناها البريسيون والضغط. ثم لقاء المنتخب الفرنسي والمنتخب النمساوي في فيينا، وايضا المنتخب الدنماركي. الكره مباشره للاعب براند بيانيس بن سليمان، المراوغات والفنيات والكره جانبيه، مجهود ممتاز من جانب محمد دراجر. محمد دراجر اللياقه البدنيه الممتازه في العمليه هذه كانت يمكن عمل مجهود طيب، وخاصه الفيكساسيون والاليميناسيون تاع اللاعب رقم 2 بالنسبه لمنتخب الشيلي، لكن سدد في زاويه مغلقه كان ربما بينيه. كانت جينيو مينا الظهير الى القائد جاري ميدل، تقريبا 135 مباراه دوليه، لعب في برشا انديه كيما كارديف كيما انتر ميلانو وحاليا مع فريق بولونيا. التوزيع الى بروبروتون والحارس ايمن دحمان، معناها لاعب ممتاز سودي مارك، هذايا رقم 22 في المنتخب الشيلي، لاعب بلاك بيرن روفرز في البريمير شيب في انجلترا. اول كره في العمق، معناها الجانب البدني هام جدا في نهائيات كاس العالم، الجانب التكتيكي خاصه مباريات بدنيه بالاساس امام منتخب البيرو اذا ترشح على استراليا والمنتخب الدنماركي، والعمليه الفنيه بالنسبه لنعيم السليتي امام الحارس لوبيز غونزاليز في ساعات كبيره خاصه الجولات الاخيره في البطوله السعوديه لكره القدم. يعاد من جديد لفرصه المنتخب الوطني اخر دوره بالهكا بالعدد تاع المنتخبات، 2016 فاز بها منتخب البوسنه والهرسك. جينيو مينا التواغى لمنتخب الشيلي، جينيو مينا في العكس، ثم بروبروتون والحارس دحمان ممتاز. أول اختبار لدحمان والتألق أمام بروبروتون رقم 22 أبرز لاعب. شوفوا هذا الخصال نتاع الكرة في أمريكا اللاتينية، التوغل من الظهير، الإمداد في اللاكس في المساحة الفارغة لبروبروتون، وكان أيمن دحمان ممتاز في تفادي هدف محقق لمنتخب كان من محمد دراجر في الدقائق الأخرى. قعدت أكثر من الجهة اليمنى في التغطية، الكرة للمنتخب التونسي، محاولة بناء هجوم جديد عبر الجهة اليسرى. نعيم السليتي، نعيم السليتي يدخل لاكس، فرجيني ساسي، لمسة ممتازة، محمد دراجر، التوزيعة والارتماء الرأسية والهدف، الهدف الأول للمنتخب التونسي. عملية نموذجية ممتازة جدا، وعلي العابدي قلت معناها يستحق معناها التألق مع المنتخب الوطني التونسي بلمسه مرت على عديد اللاعبين والتحكم في الكره، وعمليه ممتازه جدا اختتمت بهدف ممتاز المنتخب التونسي. سليتي، فرجاني ساسي، التوزيعه مباشره لعلي العابدي، لا يكتفي بالدور الدفاعي، والتوزيعه ممتازه جدا من الجهه اليمنى، وعلي العابدي الافو الارتماء الراسيه، هدف مقابل صفر لمنتخبنا. طالبي ثم نادر الغندري موجود الفار في هذا اللقاء. بالنسبه لحكم الفار هو ياباني كاشاهارا هيروكي، والمساعد الحكم الفار هو ايشيرا جون. منتخبنا الوطني بمردود ممتاز مقنع في الشوط الاول، رضا مردود مش ممتاز متقدم، معناها المنتخب التونسي مباشره من ملعب كوبي
لالتزامات المنتخب التونسي في الدورة الدولية باليابان. الكيرين كاب، المنتخب التونسي متقدم لقاء المنتخب الغاني والمنتخب الياباني، والجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل المنتخب الشيلي منتخب إدواردو بيريتزو شلالباس بالنسبة للفرجاني ساسي. ونشوفوا الساق بتبع أقل حاجة انذار للاعب رقم 15 في تشكيلة المنتخب الشيلي فرانسيسكو سيرالتا، معناها كاديكس بالنسبة للاحتياطيين في المنتخب الشيلي، خاصة كوزيفيتش اللاعب المحوري لبالميرس. محمد علي بن رمضان يدخل مناطق الجزاء للمنتخب التونسي. سيف الدين الجزيري، ثم التصويبة من الفرجاني ساسي والتمهيد من بن سليمان. وهذا يتطلب شوية متريز تكنيك. سيف الجزيري يقوم بمجهودات كبيرة، كان في المكان المناسب، والتدخل من الحارس والتوزيع الدقيقة جدا من نيس بن سليمان، الروتري من دراجر والتصويبة إن شاء الله بتبع يهتدي، معناه باش يلقى فريق نتحكمه، وخاصة نقلوا سرعة الهجمة، ما نخلوش الفريق المنافس يرجع دفاعيا في كثافة عددية. أوكي، ما وصلناش نجسموا الهجمة، لا يجب أن نخسر الكرة، وخاصة هاول العمليه الجماعيه. وسيف الدين الجزيري والحارس غونزالو لوبيز يتفادى الهدف الثاني للمنتخب التونسي. هاو اعاده من جديد، تمهيد الهجمه، التحضير، التوزيع في وضعيه هجوميه، وسيف الدين الجزيري كاد يضيف الهدف الثاني للمنتخب التونسي بسهوله بكل راحه في مناطق منتخب الشيلي. لو بلوز امبورطون، كان شفت مليح النظره نتاع بن سليمان الى دراجر، والدراجر اللي عمل ليفينمون بالنسبه لنا مهم اكثر من شيلي، انه شيلي في بدايه سيكل وهو بعد خروج من تصفيه كاس العالم. اللاعب يعرف حقيقه وقوه المنتخب الدنماركي، كذلك عصام جبالي اللي يلعب في فريق اودينسي. عصام جبالي يلعب في روزنبورغ، معناه فريق عريق في النرويج، ويلعب في اودينسي بطوله دنماركيه. عاده لاعبين معناها تعرف رضا كي يلعبوا في الدنمارك مباشره يمشيوا للبطوله الانجليزيه تقريبا فعلا، لانه البطولات هذه متشابهه. في المنتخب الشيلي ارتورو فيدال لعب مع اليوفي، مع الباير ليفركوسن، مع انتر، مع برشلونه، تجربه صينيه. ارانجيز اللي يلعب في ليفركوسن، تاكيد انه اللاعبين الشيليين دائما يكونوا في الانديه الكبيره. مينيزيس للمنتخب الشيلي، مينيزيس في مناطق المنتخب الوطني التونسي، تصدم الكره بعيسى العيدوني، والمحاوله بارتيكولير كاس العالم اللي باش تكون في قطر. اذا جالداميز في تنفيذ المخالفة للمنتخب الشيلي في العكس، ونادر الغندري وركنية للمنتخب الشيلي، ركنية للمنتخب الشيلي بعد الكرة، وثم برشا ريسك في التدخل الأخير بالنسبة لنادر الغندري أمام مرمى الحارس أيمن دحمان. إعادة للمخالفة من بابلو جالداميز. صحيح قام بشوط تقريبا حتى اربع فرص، كان ما وفقوش الحظ باش يسجل، لكن في الشوط الاول كان مميز مع الفريق التونسي. رغم اني نقول لك مره اخرى ماهيش مقياس المباراه هذيك، بحكم انه لا نوعيه المنافس ولا الحدث، لا نوعيه المنافس ولا الحدث ينجموا يعطونا تقييم صحيح للمنتخب. هنا مره اخرى فما توغل على الجهه اليمنى لدفاعنا، وكما قلت لك مره اخرى إليا تردي حاجتين، المرور على خط التماس والمرور على الامداد على خط الركنيه، لانه ما يكونش في جيسون. ترجع الكره للظهير الايمن للمنتخب الشيلي جديد، ثم مينديس مونتيسينوس اليوم معناها يظل مش محظوظ اللاعب مونتيسينوس. شفنا فرصة الشوط الأول، وشفنا حاليا المنتخب الشيلي يدخل أفضل لمناطق المنتخب الوطني التونسي من عملية ثنائية وثلاثية. الكرة من مينديس إلى مونتيسينوس، متقدم حنبع على المجبري، كان أساسي مع فريق فيرينغ فاروس، على ذاك النسق معناه متعود على نسق في انتظار بقية المواعيد. عصام الجبالي والهدف الثاني، الهدف الثاني رهنت عليه رضا جدي. عصام الجبالي تمكن من التسجيل لوضع التسلل. زيدو تاع اوفسايد، لا ما فماش اوفسايد،
ما فماش اوفسايد لانه فما لاعب كان في وسط الميدان اكد عمليه الاوفسايد. هذه المره ما تعداش من باولو دياز لاعب قوي لاعب فريق ريفر بليت بن سليمان حنب على المجبري دراجر. دراجر رغم انه في نهايه المباراه دراجر عصام جبالي الهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي. عصام جبالي يدخل سجل كاس الكريم بمجهود من دراجر رجل الهدف الاول التوزيعه والفرحه للجماهير التونسيه 2-0 للمعنويات للايطال الفني واللاعبين. مهم جدا رضا الجدي الفوز الاقناع. شوفوا عمليه جماعيه اخرى حنب على المجري بن سليمان حنب مضاعفه النتيجه قريب من تحقيقها والانتصار في سجله ضد المنتخب الشيلي. منتخب الشيلي اللي كان فاز على المنتخب التونسي في لقاء ودي 98 وثم ضربة جزاء إشارة بضربة جزاء للمنتخب الياباني. فالنسيا وتألق لدحمان. دحمان على مارتين كما قلت أنت معناها الكون في المسيح دحمان. تنبأ رضا الجدي بأنه أيمن دحمان سيتألق باش ينحي ضربة الجزاء الصعيبة اللي تزفر ضد المنتخب الوطني التونسي. الريفلكس التألق الثبات من أيمن دحمان 2-0 كل شيء يشيب اليوم للمنتخب الوطني.